يلا بينا نرحب بأسرة كابتن سلعوة في النادي الأهلي. فعلا أسرة كبيرة، أسرة عريقة. كابتن محمد سيد سليمان سلعوة أو سلعاوي، بنرحب بيك. اهلا وسهلا بقناة الأهلي، وشرف ليا انا واسرتي ان نكون موجودين مع قناة الأهلي. بنرحب بكابتن إيمان البدراوي مدام كابتن محمد سيد سليمان. كابتن إيمان منورانا وشرفنا. اهلا بيكم. اهلا بيكم، منورين، شرف لينا طبعا ده احنا معاكم. وبنرحب بالنجوم، نجوم فعلا، نجوم في التاريخ هيتكتب اساميهم، غير الاب والام كتبوا اساميهم، معانا نجوم في طريق قوي جدا. كابتن احمد محمد سيد سليمان بنرحب بيك. مرحب بيك كابتن خالد، ربنا يخليك. وبنرحب بنجمتنا المحترفه اخر الاسره الحمد لله، معانا كابتن نادين محمد سيد سليمان. كابتن نادين منورانا. منور حضرتك، ميرسي. يلا نبدا مع كابتن محمد سيد سليمان. اسماء كتيره، سلعوه، سلعاوي، بدا منين، جه منين كابتن محمد؟ يعني نبدا من الباسكت بدانا ازاي ولعبنا كره السله ازاي؟ نبدا بالباسكت. الاول ما كانتش هي يعني اللعبه اللي كانت مستهوياني شويه. كنت زي اي واحد بحب، يعني عايز العب كوره، بتفرج على الكوره. بس عشان نتكلم في الكوره، كنت لعيب كوره؟ لا 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 بصراحه، لا لا. بس عشان يبقى فرق بين عايز ولعيب. لكن دخلت اختبارات كوره في النادي الاهلي ما وفقتش، ودخلت اختبارات الباسكت برضو في النادي الاهلي ما وفقتش. و كان في زميل ليا في المدرسه قال لي لازم نروح في نادي نازل القاهره نجرب فيه وكده. الحمد لله ربنا وفقني هناك، وكان في كابتن اسمه كابتن عباي، هو اللي اطلق عليا الاسم سلعوه، هو يعني كان سبب في ظهوري. لعبت مراحل السنيه هناك، دخلت منتخب مصر من نادي القاهره وظهرت هناك، وبدات الانديه تتصارع شويه مين عايزينه وكده. فطبعا انا فضلت الاهلي، وكان توقيع للنادي الاهلي قبل ما اروح الاولمبياد 84. طب انت جيت النادي الاهلي بقى بكور ولا بفلوس ولا بتوقيع عادي كده؟ لا لا، جيت بسعر عالي. كان ساعتها كمال بيه حافظ موجود، واحمد بيه زكي عبيد الله يرحمه. لا قول لي كام، عايزين نعرف كام. 100,000. 100,000 جنيه في الوقت ده. كان رقم كبير يا كابتن. كان رقم كبير 84 ساعة ما جيت النادي الاهلي. طب واسم سلعاوي او سلعاوي بقى، ايه الاسم يعني، سلعاوي ولا سلعوه؟ لا سلعاوي، هو نتيجه اللي انا كنت رفيع شويه، ونتيجه اللي انا كنت سريع ودراعات طويله وسكول، يعني هداف بالنسبه لكده، فيعني كله ركب على بعضه كده فاطلق ومشي. كابتن ايمان، بدايه كابتن سلعاوي فيها كلام ما اتقالش ولا كده البدايه مظبوطه؟ لا، ما هو ده كله ده قبليه، ما كنتش قبليه لسه معايا. فهو يقول اللي يقوله بقى. الحاجات دي طبعا عايز اعرف من حضرتك برضو، بدات كره السله ازاي؟ اشمعنى كره السله؟ انا بديت الحقيقه هنا في النادي الاهلي، واللي شافتني عن طريق المدرسه دكتوره وفاء صلاح، طبعا كان كابتن النادي الاهلي وكان كابتن منتخب مصر. انا بديت في النادي الاهلي على طول، اتمرنت على ايدين كابتن عبد العزيز النمر، الدكتور عبد العزيز النمر، وكباتن كتير بقى، كابتن ممدوح شكري، ومنتخب مصر من 16 سنه برده النادي الاهلي، والله يرحمه كابتن طلعت الجنيدي. فالحمد لله، يعني انا بادية من ولاد النادي من الاول، يعني الحمد لله. طول عمرك نادي الاهلي؟ ما شاء الله، اكيد تاريخ. لا بادية من النادي الاهلي وبلعب درجه اولى الحمد لله برده من 16 سنه. يعني متاخده متصعده، وبلعب منتخب مصر برده من تحت 16 سنه الحمد لله. نروح للابناء واللي هم النجوم في الوقت الحالي. احمد، قول لي بصراحه، انت ونديم لعبتوا سله بالضغط ولا لعبتوا سله عشان انت حبيت كره السله؟ بصراحه الواحد اتولد لقى نفسه في ملعب باسكت. ما انت عندك ملعب الباسكت فعلا يمين وشمال، يعني الدنيا ما كانش فيها اي اختيار خالص. ما كانش فيك اي اختيار، هو انت موجود في ملعب باسكت، بتتشال من ايد لعيب الناس يعني موجوده دلوقتي، ومدربينا كنت بتتشال معاهم بقى، في اي حد ياخدك شويه ياكلك حاجه كده، انت معاهم في الباسكت من انت عندك 3 سنين 4 سنين. حتى ما كان والدي بيمرن في الامارات كان برضه نفس الكلام، يعني الواحد مولود اجباري يلعب باسكت، اجباري يلعب باسكت. ما فكرتش تجري من ملعب الباسكت تروح ملعب الكوره، تروح تختبر كوره زي بابا؟ لا انا بصراحه ما فكرتش. أنا بدات لعبت شويه الحاجات اللي هي في الاول سباحه، الحاجات دي كانت بس كانت جنب الباسكت، لغايه الباسكت بقى سن 10 سنين بقى باسكت بس. لعيب كوره كويس انت؟ لا بصراحه. بصراحه برضه زي بابا؟ لا بصراحه. نادين، مين اللي اثر في الموضوع؟ خالص اخواتي وبابايا ومامتي، فكبرت لقيت نفسي برضه زيهم في ملعب باسكت، فقالوا لي ده غصب عني. طب هسالك سؤال بجد، لو رجعت للزمن لورا واخترت تخش ايه؟ تخش ايه؟ كنت هلعب باسكت برضه، بس انا جربت، يعني انا جربت العب فولي بول، بس رجعت تاني، يعني رحت في الكامب الاهلي برضه، ورحت جربت مع الفرقه وانا في سن صغير، وحسيت ان انا
الباسكت هو الرياضه الاكتر اللي انا عايزه اكون بلعبها. اكيد دي حاجه مهمه، واكيد يعني البدايات دي حاجه مهمه ليهم، لكن كابتن ايمان ملعب الباسكت هو كان سبب الجواز ولا كان ايه بالظبط؟ الحقيقه ملعب الباسكت برضو. ايه بقى الخلفيات؟ لا والله ابدا، برضو كان هو لسه جاي من بره من نادي القاهره، ما نعرفش. بس احنا كنا ساعتها درجه اولى، اول سفريه تعرفنا بيها كنا مع الاردن، في الاردن مع النادي الاهلي. الدعوه اللي بتيجي دايما كانت للنادي الاهلي، الاهلي الاردني، وكنا طالعين فرقه الولاد والبنات. دي كانت البدايه يعني اعتقد. يعني البدايه كانت في الاردن مش في مصر؟ لا ما احنا رجعنا بقى هنا. رحت الاردن بقى بدا يتكلم. هي بيبان الواحد بره، بيبان سلوكه وطباعه وهو بعيد عن اسرته وعن بيته وعن حياته، يعني الدنيا شكلها ايه. بصراحة اوضح. بدا يجي بقى ورا كابتن ايمان ويقول لها اساله بقى الكلام ده تساله يعني امتى بقى؟ لازم نعرف بقى كابتن ايمان. لا انت عارفه طبعا اكيد انت بتحسي بالمواضيع، واكيد انت برضه لسه صغيره، اكيد كان لسه يقول لا يقول له واحد صاحبه لسه بدري بقى وبتاع. انا اتضحك عليا برضه. اتضحك عليكي؟ طيب كابتن ازاي؟ لا والله هو انا لما جيت نادي القاهره يعني في موسم تقريبا 85 طلعنا، كان في دوره الاردن للانديه الاهلي، تعرفنا على بعض وحسينا ان في قبول يعني، و86 اتجوزنا الحمد لله. اتجوزت سنه 86 بعد ما كنت هداف الاولمبياد. نادين طلعتي هداف عشان خاطر كابتن هداف الاولمبياد وكده واسمه في التاريخ جينات بابا وماما. هم الاثنين؟ طبعا. بابا وماما خايفه ولا ايه؟ واخواتي. ما هو بابا الهداف مكتوب اسمه في التاريخ. خلاص بنتكلم في التاريخ. ايوه مظبوط. قولي لي تجربه امريكا بالنسبه لك، نورث كارولاينا، وسافرتي وبنت صغيره ورحتي، مين اللي كان معارف في البيت؟ هي عارضت بصراحه عشان بنت، وبعدين هي بتمثل حته مني يعني، انا يعني هي ليها معزه خاصه، فهي هي عارفه، فقعدت بقى تضحك عليا هي حته منك ولا كابتن ايمان؟ لا هي بس عشان ابقى عارف بس. لا هي حته بس، هي انا هي قعدت الحته القريبه يعني مصممه انها تسافر، عايزه تخوض التجربه، فانا في الاخر ضعفت قدام ان هي مصممه بصراحه، وانا ثقتي في الله وفيها كبير يعني. ما شاء الله كابتن، رحتي امريكا فتحتي باب جديد، جايز لعبات المؤسسات في الباسكت في ناس كتيره بيطلعوا، لكن تجربتك تجربه مختلفه شويه ما شاء الله. كانت تجربه مختلفه وبداتها يعني، انا كان نفسي احققها من وانا صغيره فتمسكت بيها يعني اللي انا كنت عايزاها. فضلت قعدت سنه كامله في البيت عشان اقنع بابايا ان انا اسافر، واتاخرت دراسه سنه كامله عشان اعمل اللي انا عايزاه، فكنت لازم اعملها. استحمل طبعا، الموضوع مش سهل جدا، في حاجات يعني قابلتني كتير جدا، بس كنت دايما ببص اللي هو انا عايز اعمل كده عشان نفسي، فكنت ببص دايما للايجابيات وكنت بنسى كل السلبيات يعني اللي خلتني ابعد عن اهلي وكل حياتي هنا. الموضوع ما كان صعب في الاول بس اتعودت عشان انا كنت عايزاه، فالدنيا بدات تبقى سهله معايا. ما قررتيش في وقت من الاوقات ان ترجعي تاني مره تانيه لمصر، ولا القرار ده ما كانتيش في وقت من الاوقات؟ لا ما قررتش يعني، انا كنت كل مره كنت بضعف فيها بقول لا اللي هو انا عايز ارجع وكده، كنت بقول لا انا اصلا تعبت قوي عشان اوصل اللي انا فيه ده، فما ينفعش مره واحده اسيب كل حاجه كده. كابتن ايمان اكيد سفر البنت مختلف زي ما كابتن محمد اكيد قال. اكيد طبعا. قولي لي التعامل وهي في الغربه ازاي؟ سهرانه معاها واليوم مقلوب واليوم معكوس. الحقيقه يعني انا الحمد لله كنت سبورتد ليها، لان الموضوع ده يعني تقريبا جالنا كلنا يعني، جه لباباها وهو فضل برضه، جات له امريكا بس فضل يطلع الامارات كلاعب، جات لي برضه وانا لاعبه اللي انا اطلع امريكا، وبرضه ظروف طبعا احنا في وقتنا كان الاهل الموضوع صعب جدا، صعب جدا يعني، كان كنت مطلوبه اللي انا اطلع، فكنت حاسه ان ده حلم، حلمها وحلمي في نفس الوقت، او حلمنا كلنا ان احنا نحققه يعني. جات لاحمد وهو برضو في نفس المرحلة، وكان يطلع وهو يعني كان بادي بقى صغير، عارف الشباب بقى ان هو عايز يبقى في النادي الاهلي والجماهير والالتراس والجو ده، فهو فضل ان هو يقعد هنا يعني. زمايله اللي هو دفعته انس والمجموعة دي، هو سنه 95 اللي كانوا احترفوا كلهم بره في امريكا، فكنت مستنياها بقى. هي اول جات لها، وجات لها ثلاث مرات نادين الحقيقه ورفضت يعني، وكانت يعني ظروف بتفدي المنتخب، بس ما كانتش حابه تطلع هاي سكول، كانت عايزه تطلع على الجامعه. فضلنا ورا باباها بقى. يعني انتوا الاثنين عملتوا دويتو، وانت ونادين عشان يعني هي كانت مصممه الحقيقه.
وانا احترمت رغبتها. يعني انا دايما بخليهم هم اللي يختاروا هم عايزين ايه، لان لو الواحد عايز الحاجه اللي هو عايزها هيتعب عشان اكيد، لكن هيتجبر على حاجه هيبقى عشان خاطرنا، مش هدفه هو، لكن هدفه اسعى وراه وحققه ما دام هدفها. لا بقيت سبورتد ليها في كل حاجه. هي احمد اكيد انت نجم كبير، لكن ارتباط ولاد او الابناء اللي هم الكباتن بيبقى دايما عليهم قيله وقال، بيقول لك ده عليها عشان خاطر باباه، انت بقى كمان بابا وماما الموضوع مختلف. يعني بصراحه شديد الكلام ده سبب لك مشاكل في الوقت في وقت معين؟ بصراحة لا، يعني أنا الناس الحمد لله عارفة اسم والدي، معروف في مجال الباسكت، يعني يعتبر من أشهر اتنين معروفين في الباسكت، يعني الناس كلها عارفة كابتن مدحت وردة ووالدي يعني طبعا، فالناس كلها عارفة الاسم وكده. طبعا كان الحوار ساعات ممكن يجي لك وقت تبقى أنت مثلا في دروب أو مثلا ماتش ماتشين تلاقي حد يقول لك حاجة، حد مش فاهم حاجة يقول، بس طبعا الواحد عارف من جواه إن هو يعني لعيب كويس وكده، فالحمد لله يعني. اكيد عايزين نطمن على اصابتك، يعني دي الحاجه اكيد شغل الجماهير الاهلي كلها، اكيد عايزين يعرفوا اخبار اصابتك. انا عملت عمليه فوق يوم 1/4، دي كانت عمليه الغضروف، دي عملتها مع الدكتور احمد عبد العزيز، وكان عندي ولاء برضو قرحه مع الغضروف، فدي طولت الدنيا شويه. فهو دكتور احمد من اسبوعين قرر ان هو كانت رغبته يعني ان هو لازم نفتح منظار تاني اللي احنا علشان نشوف الحاله بتاعت الغضروف والقرحه ومدى التئامها وكده. فالحمد لله عملت العمليه دي من 10 ايام، الحمد لله طمني على حاله القرحه، كان في بس مشكله صغيره كده في الغضروف، بس يعني الحمد لله لعب كويس لا كويس الحمد لله. زي ما اطمننا على اصابتك يا احمد، واكيد هنتكلم كتير لسه على الموسم اللي فات والموسم اللي جاي، خلينا نسترجع ذكريات شويه مع بابا. تعرف ذكريات بابا ايه؟ ذكريات الملعب يعني اللعب. الملعب صعب صح، ما حضرتوش؟ لا الملعب خليني صعب بقى اقول لك، هو يعني شرايط وتبقى شرايط مش كتيره كمان، قليله يعني. ايام بقى ما كان في فيديو وفي بقى هي كلها فيديوهات حكي انت طبعا. ايوه كان الموضوع صعب زمان امريكا طبعا اللي عندنا خالص. اكيد كابتن محمد سيد سليمان اكيد اسم واحد من نجوم العالم، اتكتب اسمه في التاريخ في لوس انجلوس، اللي هو طلع احسن هداف في لوس انجلوس على مين؟ على مايكل جوردن، كان بيلعب في البطوله دي، وكان كمان شميت من لعيب البرازيل، لعيبه اقوياء جدا. كابتن كتبت الاسم ده ازاي؟ ايه اللي حصل؟ لا الحمد لله، انا من اول ما بدات العب في المنتخب سواء على المستوى الافريقي او العربي، الدورات العربيه او افريقيه او اولمبياد او كاس عالم، كنت يعني ايه ابص لحاجتين، ان انا اطلع هداف وان انا اخدم فرقتي. فالحمد لله وفقت في، ومش انا بس يعني، هم كمان لما زملائي حسوا وخاصه مدحت ورده لما حسوا زملائي ان انا قريب من الحته دي كلهم ساعدوا في ان انا فعلا طبعا، وفضلوني في حاجات كتيره ان انا اقدر احط باسكت سهل وريحوني في الديفنس عشان اعرف اشتغل في الانتاج، فهم ساعدوني زملائي. بس انا يعني من الحاجات اللي هي اللي انا فرحت بيها قوي هي حكايه الاولمبياد دي، لان كاول مصري وعربي وكده وعلى نجوم محترفين بادمان غاليه جدا، وان انا قدرت اخد هداف كاول عربي وافريقي ياخد هداف دوره اولمبيه. بس كابتن اكيد ده موجود، بس انت قلت لي كلمه مش متخيلها شويه، ساعدوني وبداوا يباصوا لك. الباسكت مش كده يعني، الكوره مثلا يخشوا بينالتي فيزاوا كوره، لكن في الباسكت في لعيب يتمسك ولعيب، وانت كنت سوبر ستار ساعتها. لا هم بصراحه برضو انا عشان ما انكرش هم ساعدوني زملائي كلهم في اكتر من دوره ان انا اخد هداف، في دوره البحر الابيض في اليونان وفي الاولمبياد وفي بطولات افريقيا، وبرغم ان انا كنت بتمسك جامد وكده، بس توفيق من ربنا الحمد لله، زائد مساعده زملاء هم اللي. خلينا نسترجع معاك، مين الفرقه او مين المنتخب، مين الناس اللي ساعد الكابتن محمد سيد سليمان ان هو ياخد هداف الاولمبياد ويكتب اسمه في تاريخ كره السله في العالم؟ هو اكتر واقربهم ليا مدحت ورده طبعا. اكيد مدحت ورده علامه من علامات كره السله في مصر. كان هو مجرد ان هو يعني كان بيلعب صانع لعب، يعدي النص الخلفي من الملعب كانت لازم تكون عينه عليا، وكنا وصلنا لدرجه تفاهم عاليه جدا يعني، زائد ان في كان معايا جيل برضو انا اللي يعني لعبت مع جيل قديم شويه، كم سحارتي وفتحي كامل وعصام خالد، ولعبت مع جيل اللي هو
حديث برضو شوية زي اللي هم بعدية يعني أو أصغر سنا مني. لكن يعني من طارق الصباغ في اسكندرية وعمرو أبو الخير وخالد بخيت من هنا، ويعني في جيل كان في مصر بصراحة في لعيبة مستواهم عالي جدا جدا جدا. افتقرت الباسكت دلوقتي، ما اعتقدش باسكت في دلوقتي في مصر في الامكانيات. السيدات والرجال؟ لا لا، انا بتكلم على الرجال وعلى السيدات، وعلى مع ان التكنولوجيا دخلت والباسكت تقدم جدا، وانت طبعا ادرك كابتن مصر في الهاندبول الخطط اتغيرت، الدنيا اتغيرت في كل حاجه. لكن مفيش الخامه او مفيش يعني مفيش الخامه اللي هي تقدر توصل للهداف او مثلا لاي. وانت برضو احنا كنا متعودين لما بتروح ما بتاخدش يعني كاس عالم، هتطلع ايه؟ هتطلع الاول مش هتطلع الاول، بس زي الاولمبياد يعني فريت الاخير وانا طالع الاول وهداف كده. هنسيب التاريخ مع كابتن محمد، لكن هنروح للحاضر وهنشوف الفرق ايه اللي حصل بين كره السله زمان وكره السله بالتكنولوجيا في امريكا مع كابتن نادين. اكيد صح، اكيد الموضوع مختلف. ايه اللي اختلف؟ ايه اللي انت شايفاه بقى مختلف جدا؟ لان السؤال ده هاخده لماما حالا، يعني اكيد وقتك غير وقت ماما، غير هي بتلعب. ايه اللي اختلف؟ اكيد برضه عشان انا كنت هنا وقبل ما اسافر فشفت الفرق، يعني شفت اللي هناك يعني دنيا سهله اكتر وفي تركيز معاكي، التركيز البدني حاجه مهمه جدا 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 بالنسبه لهم، اكتر حاجه من اكتر الحاجات الاساسيه بالنسبه لهم، زيه زي الباسكت بالظبط، ما يقلش عنه او يزيد عنه. فدي كانت حاجه. وبرده ان الملاعب كتيره جدا في المكان اللي تكون فيها، في اي وقت بيبقى فيه اجهزه تخليكي تشوتي، الشوتينج جون ده حاجه اساسيه. لسه هيفكروا تقريبا دلوقتي احمد بيقول لي هيجيبوه مصر ومش عارف ايه، لسه بتفكر صح؟ يعني لسه يعني والاخر يعني وبقاله كتير اساسا هناك. دي حاجه اصلا بتخليكي تشوتي اكتر على الباسكت عشان جهاز يعني تكنولوجي بتخليكي تشوتي اكتر عدد كبير، وبيعدلك نسبه شوتي قد ايه، وفي كمان تمارين في انت لوحدك ممكن يعني بتبرمج كل حاجه فيه. فدي طبعا دي حاجه في التكنولوجي يعني مهمه. وفي غير بقى لما انت مثلا تلعبي ماتشات او في التمرين كل ده بيبقى عندنا متصور، فانت تتفرجي على نفسك حتى في التمرين تشوفي عملت ايه، عملت ايه غلط، كله بيبقى متقطع، كل مره مسكت فيها الكوره بيبقى متقطع، كل مره عملت فيها اي حاجه كل ده متقطع عندهم هناك. سهل قوي يعني بروجرام كده، بدوس على اسمي، بدوس على اي حاجه انا عايزاه كله يطلع لي. وطبعا كله تكنولوجي، احنا لسه بعيد عنه، لسه بعيد عنه. تدريب مختلف؟ لا لا مش تدريب بقى مختلف. اقول بقى كابتن ايمان بقى كابتن شعوله، مبسوطه وانت بتسمعيها؟ اكيد طبعا فرحانه بيها وفخوره بيها طبعا. هي اعتمدت على نفسها وقدرت تعمل لنفسها اسم من اول سنه الحقيقه، يعني كل سنه الحقيقه حققت يعني اسم مختلف ومركز. فكل سنه بقول لها كيب اب كيب اب، يعني كملي، يعني اجتهدي على نفسك اكتر عشان انت عندك امكانيات كثيره وتقدري تعمليها. كابتن ايمان اكلمك بصراحه، ما كنتيش نفسك تلعبي زي ما هي عملت؟ انا الحمد لله لعبت زيها يعني. لا وكنت لا امريكا كنت لا أمريكا. امريكا لا طبعا كان حلم يعني، كان نفسنا طبعا يعني. انا عايزه اقول لحضرتك طبعا كانت مشكله ساعه ما جات لي دي المنحه، اساسا كان مشكله ان انا اطلع من تحت 16 لدرجه اولى. المدربين هنا لا وازاي يعني جوه النادية، يعني جوه نادية مش كمنتخب، صغيرة هتطلع دلوقتي وهي 16 سنة ولسه وثانوية عامة وعارف حضرتك النظام ده وكده. يعني أنا الحمد لله برضو داخلة منتخب مع جيل كبير يعني مع كابتن. نرجع بقى يعني من وأنا برضو 16 سنة أو تحت 16 كنت بلعب في المنتخب الكبير، فاللي أنا لعيبة صغيرة برضو كده في السن وبتلعب مع الكبار يعني عاصرت الاثنين. أي نعم أنا ما قعدتش فترة طويلة في المنتخب برضو الظروف خارج عن إرادتي يعني. لا لا يعني طبعا الجواز بدري كانت مشكلة بصراحة، لأن احنا بقت منتخباتنا خلي بالك اهلي جواز مشكلة. لا لا يعني لازم هتبقى منتخباتنا في نفس يعني يعني اتجوزنا احنا الاثنين كل معسكرين، انا في القاهرة وهو في اسكندرية، هو في اسكندرية وانا في القاهرة، مفيش جواز يعني. فكانت العملية صعبة جدا، حتى الاجازات ما بتجيش مع بعض يعني انا اجز اثنين هو يأجز اربعة هو مش عارف، فبقت الموضوع صعب جدا يعني. اضطر الواحد يعتذر عن الدولي ويكمل بقى في النادي. قعدت كملت كتير الحمد لله في النادي يعني لغايه ما جه احمد 95، في قبليه كريم كمان قعدت العب وهو موجود معايا سبع كريم ما كملش
كريم الحقيقة كان موفق جدا يعني، وكان لعيب مميز جدا، وكان يعني بيحط له 30 بونت وهداف زي بابا وزي نزيم سكورر. احمد 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 النجم الكبير دي كده لا انا قصدي نسبه التهديف يعني في كل ماتش على الاقل، وهو مش بطول مميزات احمد كطول يعني، لكن كان سكورر برضه في فرقته. بس الحقيقه اصابته من بدري جدا اتحمل عليه زياده من هو تحت 14 سنه بيلعب بديسك في ظهره يعني، كان جه على نفسه كتير قوي لغايه ما وصل للدرجه الاولى، وكان الحمد لله متفوق في دراسته. فقال لبابا ما تضغطش عليا اكتر من كده، الدكاتره كان بيدخل عمليات كل 6 شهور عشان ياخد حقن في ظهره، فكان الموضوع متعب جدا يعني. لو كان مع التكنولوجيا اعتقد دلوقتي كان الدنيا اختلفت معاه. بالظبط اكيد اكيد اكيد. كابتن احمد التجربه قدامك حقيقيه، مامتك بتقول انا سبت اللعب علشان عشان بابا، عشان هم الاول. خطيبة حضرتك هتعمل ايه؟ لا لا عادي لسه. اولا اكيد هبارك لك عليها، وما شاء الله حاجه جميله ان انتوا اتنين نجوم في النادي الاهلي في نادي واحد، واكيد الف مليون مبروك على خطوبه كابتن هبه عبد الرحمن لعيبه النادي الاهلي. الله يبارك في حضرتك. تقول لي بقى هتعمل انت وهي؟ لا هو طبعا هي لسه صغيره فلسه يعني قدامها وقت يعني. سؤال صعب شوية؟ على الأقل يعني 5-6 سنين بس. يعني في تفاهم ولا الموضوع شكله ازاي؟ الموضوع لسه. نادين شايف الموضوع ازاي مع أحمد وهبة؟ الدنيا دلوقتي متغيرة يعني، دلوقتي بقوا عادي ناس تتجوز سن صغير، بس ستيل كل واحد ليه الكارير بتاعه بيقدر يكمل فيه شوية، في تسهيل، الأب والأم بيساعدوا، فالدنيا اختلفت برضو عن زمان، فدلوقتي الموضوع أحسن. اكيد دلوقتي احسن. اكيد طبعا. اكيد معسكرات كابتن سرعوه كانت يعني معسكرات طويله شويه، وسفر وامريكا وحاجات، التعامل في الوقت ده معاه وانت نجمه وهو نجم، التعامل بيكون شكله زي داخل هو الحقيقه كانت فتره متعبه قوي في الاول، لانه كان بيلعب في النادي ومنتخب وشركات، فما كانوش بيقعدوا في مصر تقريبا يعني. واحنا نفس الكلام، انا برضو كنت كملت بقى في النادي فتره لغايه فتره طويله، وبلعب ومعايا ابني يعني زي رحاب كده، لما فضلت تلعب بيوسف كده يعني، احنا لغايه ما جيت طفل التاني بقى، وكان كان سافر بقى الامارات، فما قدرتش اكمل يعني. انا اخر حاجه لعبها 95 البطوله العربيه في سوريا. في سوريا دي كانت اخر حاجه حضرتك. نروح لفاصل وترجع.